اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وتغطيه جديده من النيل مباشر نستعرض خلالها اهم الملفات على الساحه حاليا. الملف الاول، ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزه يتجاوزون نحو 30 شهيدا، ومستوطنون يقتحمون ساحات الاقصى في حراسه الاحتلال. الموضوع الآخر في حلقة اليوم، قافلة جديدة من 4 سفن محملة بمواد غذائية تغادر الموانئ الأوكرانية. أهلا بكم من جديد. أعلنت حركة الجهاد الفلسطينية اليوم أنها أطلقت صواريخ باتجاه القدس، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ نحو 3 أيام. يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشهداء جراء العدوان إلى 32 شهيدا، من بينهم نحو 6 أطفال. قلق دولي ودعوات لخفض التصعيد ونداءات بحماية المدنيين في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، فيما أسمته بالفجر الصادق، والذي قالت سلطات الاحتلال إنه سيستمر على مدى أسبوع. العدوان الإسرائيلي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء بينهم أطفال وتضرر العديد من منازل الفلسطينيين، بالإضافة إلى توقف محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة عن العمل. حركة الجهاد أعلنت من جانبها أنها أطلقت صواريخ باتجاه القدس، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العدوان الجمعة الماضي. وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إن القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت 97% من الصواريخ التي أطلقت على تل أبيب وأسدود وعسقلان دون وقوع إصابات. التصعيد الجديد بين حركة الجهاد وتل أبيب جاء بعد ساعات من إعلان الاحتلال قتل أحد قادة الحركة تيسير الجعبري الجمعة في مدينة غزة، وخالد منصور الذي أكدت الحركة مقتله السبت في غارة على رفح جنوب القطاع. الصحة الفلسطينية حذرت من تدهور الوضع الصحي في القطاع في ظل إمكانيات محدودة جراء الحصار الإسرائيلي الخانق وإخفاق الجهود الدبلوماسية عن إحياء أي توافق سياسي يضمن وضعا مستداما في غزة. وفي الوقت ذاته اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وذلك تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وسط تحليق لطائرة تابعة للجيش الاحتلال في أجواء المسجد، وذلك بمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم. لم تكن القدس تلك المدينة القديمة المقسمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حاجة إلى تقسيم زمني جديد فرضته قوات الاحتلال تدريجيا، ليصبح اقتحام المستوطنين ساحات المسجد الأقصى أمرا معتادا يستغرق يوميا عدة ساعات تحت حراسة مشددة. في أحدث سلسلة اقتحامات دخلت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد من باب المغاربة إحياء لذكرى ما يسمى بخراب الهيكل المزعوم، بعد أن سمحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لهم باقتحام الأقصى على الرغم من توتر الأوضاع مع القصف المتبادل بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. الرئاسة الفلسطينية أدانت التصعيد الإسرائيلي ضد المقدسات الدينية التي امتدت لتسمح للمتطرفين اليهود بأداء صلوات في ساحات الأقصى، واعتبرت رام الله أن ما حدث هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء وينذر بسكب المزيد من الزيت على النار. ويمثل انتهاك المستوطنين المستمر لباحات الأقصى انتهاكا لاتفاق تاريخي قديم يسمح لغير المسلمين بزيارة الأماكن المقدسة دون أداء الصلاة فيه، وفي الأقصى تحديدا تتولى الأردن الإشراف على المسجد ضمن مهمتها لإدارة شؤون الأوقاف في المدينة، بينما تشرف إسرائيل على الأوضاع الأمنية حول الأقصى. لكن المستوطنين الإسرائيليين لم يكتفوا بأداء صلواتهم عند حائط البراق أسفل الحرم مباشرة، بل أصبح العشرات منهم يتجولون يوميا في ساحات الأقصى في خطوة من شأنها
تقسيم التجول في حرم أولى القبلتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين يوميا. ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية. مرحب بك دكتور حسن بداية. وبالطبع الأوضاع متأزمة كثيرا في غزة، ومصر تبذل جهود حثيثة لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على الإخوة في فلسطين. بوجهة نظرك، هل ستسعى كل المساعي لإيقاف العدوان المتواصل منذ نحو 3 أيام على الفلسطينيين؟ يعني مساء الخير. طبعا يعني اتصور ان الجهود المصريه لم تنقطع يعني منذ اللحظه الاولى اللي يعني بادرت فيها اسرائيل بشن عدوانها على قطاع غزه، واظن انه هذه الاتصالات ما تزال مستمره سواء بين الجانب الاسرائيلي او مع الجانب الفلسطيني في محاوله لاحتواء الامر، لانه الحقيقه التصعيد اللي تم من جانب اسرائيل يعني جاء بناء على تقديرات خاطئه باحتماليه تعرضها لعمليات انتقاميه من فصائل فلسطينيه هنا او هناك. ويعني الامر الثاني الحقيقه انه هذا التصعيد ايضا مرتبط ب يعني كسب جولات انتخابيه داخليه واظهار يعني الحكومه الاسرائيليه بمظهر القوه والسيطره، لكن ليس على حساب الدم الفلسطيني وليس على حساب الحياه الطبيعيه للفلسطينيين وليس على حساب حقوق الفلسطينيين. يعني اظن انه التصعيد الاسرائيلي المستمر منذ 3 ايام والذي اسقط عددا من الشهداء والمصابين وما بينهم اطفال، اعتقد ان كل ده تجاوز ليس فقط للقانون الدولي ولكن ايضا القانون الانساني وللاعراف الانسانيه والاتفاقات وحتى للهدنات التي تم التوصل اليها. الجهد المصري جهد مقدر لان مصر تمارس دورها القيادي ودورها التقليدي في حمايه القضيه الفلسطينيه ودعم القضيه الفلسطينيه ووقف اي عدوان عليها، ويمكن مصر كان لها سوابق تاريخيه في التوصل الى هدنات سابقه بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين، بل ونجحت في تثبيت هذه الهدنه وقدمت دعما لقطاع غزه سواء دعم مالي او دعم لوجستي. كل هذه الامور اعتقد ان التصعيد الاسرائيلي ينسفها نفسا، يعني يجعل هناك تحديات حقيقيه امام حاله هدوء او استقرار في المنطقه ترغبها دائما مصر وترغبها القياده السياسيه المصريه. المحادثات متواصله، الجهد المصري متواصل سواء بوفود امنيه في اسرائيل او باستقبال وفود من فصائل فلسطينيه، محاوله حتى تضييق نطاق التصعيد بعدم تورط اطراف فلسطينيه اخرى في هذا الامر او تقديم ردود انتقاميه، لانه الفلسطينيين من حقهم الحقيقه المقاومه. ليس يعني المبررات الدوليه التي تقدم للتصعيد الاسرائيلي بان من حق اسرائيل الدفاع الشرعي عن النفس، ولكن عن ماذا؟ هو لم يحدث يعني لا هجوم ولا غيره، انما المبادره جاءت من اسرائيل وهي السبب الاساسي في هذا التصعيد. نعم. طيب دكتور حسن، يعني بوجهه نظر حضرتك ما الاسباب التي دعت الى ذلك؟ وكذلك اسرائيل تقول انها لن توقف هذه العمليات الا حينما تتحقق الاهداف التي وضعتها مسبقا، ما هي الاهداف التي وضعتها مسبقا بوجهه نظرك؟ والى متى يستمر هذا التصعيد المستمر من جانب اسرائيل؟ يعني شوف والله هي التسريبات التي يعني تخرج بتقول انه الهدف كان يعني المساله الاساسيه كانت هي استهداف يعني قائد الجهاد تيسير الجعبري، ودي كانت نقطه مهمه بالنسبه للاسرائيليين، خصوصا انه يعني رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي ليست له خلفيه عسكريه، فمن يتحكم في الامر هي قياده الاركان والجيش الاسرائيلي اللي بيستهدف اظهار مظهر القوه في الداخل الاسرائيلي، لكن للاسف الشديد هذا الامر يترك اثره السلبي على المدنيين من الجانبين، يعني الحياه الطبيعيه بالنسبه حتى لسكان المستوطنين وبالنسبه للفلسطينيين لا تجد سبيلا، لانه فكره العنف سوف يقابلها عنف مضاد، يعني التوصل الى اهداف انتخابيه ضيقه داخليه او اظهار مظهر القوه او يعني فرض الامر الواقع، كل دي الحقيقه اسباب دعت يعني الجيش الاسرائيلي ودعت قياده الاركان وجيش الاحتلال الاسرائيلي الى شن هذه العمليه العسكريه. لا اتصور ان هذه العمليه سوف يطول امدها، لانه هناك يعني مبررات مهمه، اولا التدخل المصري وهو له مصداقيه كبيره لدى الطرفين، الامر الثاني الحقيقه انه لا يستطيع الاسرائيليون انفسهم خاصه في المستوطنات تحمل مثل هذه الضغوط لانها توقف حياتهم الطبيعيه، وبالتالي ناهيك طبعا عن الضغط الدولي اللي قد يمارس اذا نجح مجلس الامن في جلسته المقرره يعني غدا ان هو يستصدر قرارا بادانه هذا العدوان الاسرائيلي او حتى ممارسه الضغط على اسرائيل لوقف هذا التصعيد. نعم. طيب دكتور حسن، يعني لو تحدثنا على المجتمع الدولي والذي بدا واضحا في كل الاحيان انه يكيل بمكيالين، يعني عندما حدثت أزمة ما بين أو ما زالت الأزمة مستمرة بين روسيا وأوكرانيا هب العالم جميعا لمساندة أوكرانيا وأن هناك اعتداءات مباشرة من الجانب الروسي على الأوكراني، لكن عندما يحدث في من جانب إسرائيل اعتداءات على مرأى ومسمع من الجميع لا نجد ساكنا إلا
فقط الحديث عن القلق الدولي، وأنه هناك قلق من الجانب الاتحاد الأوروبي وقلق من الولايات المتحدة الأمريكية ونادى الأطراف لضبط النفس. هذه الأحاديث الفضفاضة بدون أي تحركات على أرض الواقع. يعني اتصور انه الامر مرتبط بالدعم الامريكي المطلق والمنحاز انحيازا اعمى لاسرائيل، على اعتبار انه ضمان امن اسرائيل هو احد اولويات السياسه الخارجيه الامريكيه وتتبعها كثير من الدول الاوروبيه، ربما يعني تجد يعني تباينا بين بعض القوى الاخرى، ولكن الاتجاه العام هو الاقرار بحق اسرائيل في الدفاع الشرعي عن النفس ولكن ضد اي اعتداءات. يعني هو التساؤل هنا، الدفاع الشرعي عن ماذا؟ لابد ان يعطي الاسرائيليون الفلسطينيين حقوقهم اولا، ثم يبحثون عن فكره حق الدفاع الشرعي عن النفس. الامر الثاني انه زي ما قلت حضرتك يا استاذ عمرو، انه فكره الكيل بمكيالين، يعني لماذا لا نتحدث عن حق الفلسطينيين ايضا في الدفاع الشرعي عن النفس امام هذا العدوان الغاشم الذي يستهدف المدنيين؟ حقيقة يعني الكيل بمكيالين الحقيقة آن له أن ينتهي الآن. أعتقد أنه الدعم العربي وممارسة ضغوط من القوى العربية وفي مقدمتها مصر وغيرها من الدول العربية على الإدارة الأمريكية وعلى أطراف أوروبية أخرى يمكن أن يؤتي ثماره، ويمكن أن نستغل الفرصة في هذه اللحظة لتسوية العديد من الأمور العالقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. يعني مطلوب دعم عربي واضح للفلسطينيين يتجاوز مجرد الشك والإدانة للعدوان للفلسطينيين، يتجاوز مجرد العائد الشك والإدانة للعدوان الإسرائيلي، إلى تحركات على الأرض واتصالات مباشرة. وأظن أن مصر تقود هذه الاتصالات بنجاح كبير، لكن ما نتمناه أن نتوصل إلى الجلوس إلى مائدة مفاوضات على أسس عادلة وشاملة وفق قواعد القانون الدولي وفق مبدأ حل الدولتين. نعم. طيب عايزين نتكلم برضه دكتور حسن على الجهود المصريه الكبيره جدا، وان هناك يمكن بعض الانباء العاجله اللي بتشير ليها الاخبار الان بان التحركات المصريه واضحه جدا على الساحه، وان هناك احاديث ان مصر تنشط وبقوه لمحاوله اقناع الطرفين بالهدنه كما حدث في السابق. كانت الجهود المصريه الجهود الواضحه، لان مصر تتمتع الحقيقه كطرف محايد من الجانب الإسرائيلي وطرف أيضا محايد من الجانب الفلسطيني، فبالتالي أعتقد المبادرة المصرية تلقى دائما القبول من الجانبين. شوف، مصر لها ثقل كبير في موقعها الإقليمي والدولي كمان يا أستاذ، وتتمتع بمصداقية وثقل كبير لدى كافة الأطراف سواء الطرف الفلسطيني أو الطرف الإسرائيلي، ولها زي ما قلت لحضرتك سوابق تاريخية في التوصل إلى هدنة، لأنها كما قلت وبحق الطرف ليس محايد فقط وإنما نزيه. يعني الغرض الواضح هو إنهاء هذا الصراع وحماية الأمن القومي العربي ليس أكثر. يعني مصر لا ترغب في الحصول على أراضي أو الدخول في أراضي أو غيره، وإنما مصر ترغب الحقيقة في إنهاء هذا الصراع وإعطاء كل ذي حق حقه وإعطاء الفلسطينيين حقهم السليم ووقف العدوان على المدنيين وحماية البنية التحتية الفلسطينية. أعتقد أنها كلها أهداف نبيلة، ومن هنا بتلقى المصداقية لدى الفلسطينيين، فضلا عن أن مصر حين تتحرك مع الإسرائيليين تتحرك منطلق يعني موقعها العروبي أولا، ومنطلق قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الإنساني التي تفرض وقف الاعتداء على المدنيين وإعطاء الجميع حقوقهم وإقرار مبدأ حق الدولتين. صحيح. والعودة إلى التسوية السياسية السلمية لهذا الصراع بدلا من الدخول في دائرة مفرغة من العنف لا نعلم عواقبها. وبهذا السبب التحركات المصرية مستمرة على المستويين، المستوى الدبلوماسي من ناحية والمستوى الأمني من ناحية ثانية. يعني التحركات على مسارات متوازية أعتقد أنها ملحوظة لكل ذي عينين، وأعتقد أنها تلقى إشادة عربية وتلقى إشادة دولية. ومصر يمكن يعني وسعت من نطاق اتصالاتها، أظن يا أستاذ عمرو أنه المسألة ليست مقصورة فقط على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وإنما الأطراف الفاعلة ومن بينها الإدارة الأمريكية. لعلك تتذكر ما حدث في 2021 حين نجحت مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونجحت في التوصل إلى هدنة، ورفعت سقف اهتمام الإدارة الأمريكية بالقضية الفلسطينية في أعلى الأجندة، ويمكن ده كان محط اهتمام واحترام العالم بأسره. أظن أن مصر يعني تلعب هذا الدور التاريخي وهذا الدور التقليدي الذي لم تتخلى عنه يوم من الأيام. نعم، بشكر حضرتك جدا دكتور حسن سلام أستاذ العلوم السياسية على هذا الشرح والتحليل الوافي من قبل حضرتك. وينضم إلينا أيضا هاتفيا دكتور حامد فارس الخبير في الشأن العربي. دكتور حامد برحب بحضرتك دائما على شاشة النيل الأخبار. الحقيقة الحديث يدور الآن عن محاولة إيجاد حلول ما بين الطرفين، وأن المفاوض المصري أو مصر بتلعب هذا الدور المهم جدا لإحداث الهدنة ما بين الطرفين. بوجهة نظرك
ما تطلبه إسرائيل ويمكن تحقيقه أو حتى يلقى قبول من الجانب الفلسطيني، وأيضا مطالب الجانب الفلسطيني ومحاولة إيجاد صيغة وسط حتى تحل هذه المشكلة والاعتداء المباشر من إسرائيل على فلسطين. تحياتي لحضرتك يا استاذ عمرو، أهلا وسهلا يا وتحياتي دكتور. للساده مشاهدي نيل الاخبار. طبعا مصر تلعب دورا محوريا في القضيه الفلسطينيه باعتبارها هي حبر الزاويه والمدافع الاول عن كل القضايا العربيه، وبالاخص القضيه الفلسطينيه التي تعتبرها مصر هي قضيه مصريه بالتهاب. مصر يعني دائما وابدا وعلى مر التاريخ تبذل كل الجهود من اجل حفظ الدم الفلسطيني والعمل وبقوه على ايجاد تسويه سياسيه شامله للقضيه الفلسطينيه واقامه دوله عادله عاصمتها القدس الشرقيه على حدود 67. يعني شاهدنا الدور المصري الكبير من خلال يعني كان هناك تصعيد على غزه سواء في العام 2014 واستمر لاكثر من اربعه من 55 يوم، وكيف نجح المفاوض المصري الذي يتمتع بالذكاء والحكمة والإدراك الشديد لحجم وخطورة القضية الفلسطينية والعمل على وقف إطلاق النار في هذه في العام 2014، وأيضا كيف نجحت الدولة المصرية والجهود الرئاسية تحديدا وكل المؤسسات المصرية في العمل على وقف إطلاق النار في العام 2021 وفي شهر يناير. دكتور حامد، النار. نعم ايوه فندم، اتفضل اتفضل يا دكتور اتفضل. ثم العمل على وقف اطلاق النار، ثم تثبيت وقف اطلاق النار، ثم انطلاقا الى اعاده اعمار غزه، وايضا فتح معبر رفح واستقبال المصابين، وايضا العمل على ايصال اكثر من 3250 طن من المساعدات الغذائيه والطبيه الى قطاع غزه، باعتبار ان الدوله المصريه تنظر الى غزه والى فلسطين باعتبارها هي امتداد طبيعي للامن القومي المصري، وبالتالي تسعى مصر في اتجاه العمل على ايجاد تسويه سياسيه شامله للقضيه الفلسطينيه. طيب دكتور حامد، ايضا البعض يقرا، بعض المحللين السياسيين يقراوا ان هذه العمليات هي مجرد ارضاء لليمين المتطرف داخل اسرائيل ومحاوله تغطيه على بعض المشكلات الداخليه الموجوده الان داخل اسرائيل. يعني بالفعل هذه القضية يا أستاذ عمرو ليس لها أي مبرر لإتمامها، لم تقم حركة الجهاد الإسلامي أو أي من الفصائل الفلسطينية بأي إجراء يدفع إسرائيل للقيام بهذا التصعيد الغير مبرر في الداخل الفلسطيني، وبالتالي كل طرف يريد أن يحقق، كل طرف من الأطراف الإسرائيلية يريد أن يحقق أكبر المكاسب الممكنة في ظل أن الانتخابات الخاصة بالتشريعية والتي يتم على أساسها اختيار الحكومة ستتم في نوفمبر القادم، وبالتالي صراع السياسي الداخلي الفلسطيني يعني صراع الداخلي الإسرائيلي يدفع في اتجاه أن يكون هناك يعني عملية عسكرية تحقق بها الفصائل أو الطيارات المختلفة الإسرائيلية أكبر المكاسب من خلال العمل على تحقيق يعني مكاسب على دماء الأشقاء الفلسطينيين. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المتابعة دكتور حامد فارس الخبير في الشأن العربي، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى الملف الآخر في حلقة اليوم، حيث تغادر 4 سفن شحن اليوم الموانئ الأوكرانية من مركز التنسيق المشترك في اسطنبول لنقل شحنات من القمح والذرة والزيوت تبلغ أكثر من 160 ألف طن. في إطار اتفاق لفك الحصار عن صادرات البلاد البحرية، أبحرت 4 سفن تحمل مواد غذائية من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود. السفن الأربع تحمل أكثر من 160 ألف طن من الذرة ومواد غذائية أخرى، ويشرف مركز التنسيق المشترك في اسطنبول على ذلك، حيث يعمل أفراد من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على عملية استئناف تصدير الحبوب. وقال مركز التنسيق المشترك
إنه صرح بمغادرة 5 سفن جديدة عبر البحر الأسود بواقع 4 تغادر من مينائي شرم النورسك وأوديسا، وعلى متنها 161,084 طنا من المواد الغذائية وواحدة قادمة. وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أليكساندر كوبراكوف إن قافلة ثانية من السفن المحملة بمنتجات زراعية أبحرت من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود في إطار اتفاق لفك الحصار عن الصادرات الأوكرانية. وكشفت السفارة الأوكرانية في لبنان أن أول سفينة حبوب تغادر ميناء أوكرانيا بموجب اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي لن تصل إلى لبنان الأحد كما هو مخطط. وقد غادرت السفينة رازوني ميناء أوديسا على البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي، وعلى متنها 26,527 طنا من الذرة، وكان من المقرر أن ترسو في مدينة طرابلس الساحلية بشمال لبنان، لكن السفارة الأوكرانية في لبنان قالت إن السفينة تأخرت دون توفير تفاصيل عن موعد وصول جديد أو سبب التأجيل. تأتي هذه التحركات في إطار اتفاق توصلت إليه الأمم المتحدة وتركيا الشهر الماضي بعد تحذيرات من المنظمة الدولية من احتمال تفشي المجاعة في مناطق من العالم بسبب توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا، مما أدى إلى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار، حيث شكلت روسيا وأوكرانيا معا قبل الغزو ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت نحو 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. وعلى الجانب الآخر أكد عسكريون أوكرانيون أن الجيش الروسي يشن هجمات متتالية ويهاجم من عدة جهات في وقت واحد. وتعليقا على قصف محطة زاباروجيا للطاقة النووية، دعا الرئيس الأوكراني زيلنسكي إلى رد دولي أقوى تجاه ما وصفه بالإرهاب النووي الروسي بعد قصف المحطة الأكبر في أوروبا. اعتاد العالم ذات الحديث منذ فبراير الماضي، فالأوضاع كما هي: قصف روسي لمواقع في أوكرانيا، ورد أوكراني على الهجمات، وتجاذبات سياسية وتحزبات دولية، ومواطنون هنا وهناك باتوا إما مهددين أو لاجئين. فعلى الأرض أفاد العسكريون في لوهانسك الأوكرانية بمواصلة الجيش الروسي تركيز جهوده على شرق البلاد مع شن هجمات متتالية من عدة جبهات في وقت واحد. عسكري لوهانسك أكدوا أيضا أن قواتهم أجبرت القوات الروسية على التراجع من بعض المناطق. وأيضا أكد الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود في الجانب الروسي إلى أكثر من 42 ألفا منذ بدء العملية العسكرية، فضلا عن الخسائر في العتاد والتي بلغت أكثر من 1800 دبابة و4000 مركبة مدرعة ومئات الأنظمة المدفعية وراجمات الصواريخ المتعددة والطائرات والسفن. وبموازاة ذلك يشن الجيش الأوكراني منذ أسابيع عدة هجمات مضادة على جبهة خيرسون، وتمكن من استعادة الأراضي هناك. وعلى صعيد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن شنه، في حين اكتفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإعراب عن قلقها من الخطر جراء وقوع كارثة نووية يمكن أن تهدد الصحة العامة والبيئة في أوكرانيا وخارجها. ويبقى المدنيون هم الخاسر الأكبر من تلك الأحداث، فكييف تحدثت عن أن ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا بلغ 361 قتيلاً و703 مصابين، وأن 2211 مؤسسة تعليمية تم تدميرها، في حين أكدت بولندا أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا ارتفع إلى 5,322,000 لاجئ. ورغم تلك الخسائر المحصى والمعلنة، لا يزال سياسي العالم يتابعون ويتحدثون عن عقوبات على الجانب الروسي، وهناك من يتحدث عن تدخلات عسكرية، ومراقبون يرون أن الأزمة ستستمر فترة غير وجيزة وتداعياتها ستصل ربما لعشرات السنين بلا جديد يقدم على سبيل التهدئة. وينضم إلينا هاتفيا الأستاذ مصطفى عبد الله مراسلنا من فيينا.
أستاذ مصطفى أرحب بك بداية، والجديد لديك بشكل عام في أوروبا ردود الأفعال الأوروبية على الانفراجة النوعية في تصدير السلع وتصدير الحبوب تحديدا عن أوكرانيا، وبالتالي هذا الاتفاق دخل بالفعل حيز التنفيذ من خلال عدد من الشحنات التي انطلقت من أوكرانيا صوب تركيا للتفتيش، ومن بعد تنطلق العدد من الدول منها الصين ولبنان وغيرها من الدول الأخرى التي تنتظر هذه الشحنات بشكل كبير، وهي بالطبع تنطلق من مينائي تشير نومريسك وأوديسيا الأوكرانيين في إطار اتفاق إسطنبول. الحقيقة الأربع سفن بتقل أو على متنها نحو 170 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية إلى تركيا والصين وإيطاليا وفق مركز التنسيق المشترك اللي بيتابع تحركات السفن من أوكرانيا حتى وصولها لإسطنبول، ثم بيتم تفتيشها في البحر قبل أن تعبر مضيق البسفور بواسطة طبعا لجنة مشتركة ما بين الجانب الروسي والأوكراني وبحضور أيضا الجانب التركي. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية بالطبع آخر مستجدات تدمير نحو 45 ألف طن من الذخيرة الموردة من دول الناتو بمقاطعة نيكيلوف بأوكرانيا، وأكدت كمان القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين والقوميين المتطرفين في جمهورية دونيستيك ومقاطعة خاريكوف. ويمكن هذه السفن نحن في انتظارها بالفعل كان تصل تركيا حتى يقوم أو تقوم اللجنة المشتركة بتفتيش هذه السفن ومن ثم المغادرة إلى عدد من الدول المتفق عليها، من هذه الدول بالطبع الصين وإيطاليا، وهناك أيضا شحنة ستتجه إلى لبنان، وهناك الحبوب مقدسة بشكل كبير في أوكرانيا خلال الفترة الماضية، وكان الأمن الغذائي العالمي مهدد بشكل كبير لولا هذا الاتفاق الذي تم من الجانب التركي برعاية الأمم المتحدة وبحضور روسيا وأوكرانيا، وتم هذا الاتفاق في 22 من الشهر الماضي شهر يوليو حتى تنطلق هذه السفن صوب عدد من الأماكن حول العالم. طبعا ده كان استعراض سريع للمستجدات العالمية، وبالطبع هذه الشحنات لها دور كبير جدا في انفراجة نوعية في الأمن الغذائي في العالم. بشكر لحضراتكم طيب المتابعة، وغدا بإذن الله يتجدد نفس الموعد مع حضراتكم من النيل مباشر بعد موجز الثالثة. إلى اللقاء.